لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نحن جميعا اللهم اعشق خطواتنا، اللهم اعشق خطواتنا، اللهم الف الخير بين قلوبنا، اللهم الف الخير بين قلوبنا، العائلة ديالو والاقارب والاولاد ديالو، اللهم ارزقهم الصبر على فراقه، اللهم ارزقهم الصبر والسوان، اللهم اجعلهم من الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون. قال المقبرة كافة والوالدين لنا جميعا، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اكرم نزلهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم انك سميع قريب مجيب الدعوات، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه سالما سالما موفقا ومن الشر معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقينا ولا محروما، واجلنا اللهم من النار بعفوك، وادخلنا الجنة برحمتك، اللهم انا نسألك خير الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا ربنا. ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.